مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم والتواصل معكم، ترحب بكم جميعا وكنشكركم دائما على حسن الإصغاء والمتابعة. واليوم كنفتحوا نقاش جديد، لكن هذه المرة ما كيخش الأسرة والعائلة والمجتمع، كيخصنا جميع من فرد إلى فرد. أكيد أنه كلنا كنعيش تحت أزمة كوفيد 19، عشنا تجربة اللي ما كانتش سهلة من شهر مارس إلى غاية اليوم، وأكيد أن التجربة ما زال مستمرة. العديد منا كيطرح عديد من التساؤلات، كيفاش من اللي كنا 20 حالة و25 حالة كن مسدود علينا، واليوم من اللي ولينا في 1500 و2000 حالة خارجين وما كيش مشكل، واش كين كوفيد والصح نيت؟ واش هاد الفيروس نيت كيصيب الناس؟ لا لا، هادي غير هضرة خاوية، ورا غير الأمس دير هادشي بأفراد معينة اللي غنعرفوها مع الوقت. وكوفيد كيجي غير الناس اللي لاباس عليهم، ما كيجيش الناس اللي محتاجين. علاش غندير هاد البافيت؟ ما عندي ما ندير بها، ونخرجوا دابا العواشر خاصنا نتقداو، علاش غادي نديروا هاد الكمامه وعلاش 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 وعلاش. للاسف اسئله كثيره اللي صبحنا كنسمعوها باذن واحده، ولكن نسينا بلي هاد كوفيد راه حرمنا من بزاف ديال الناس اللي كنبغيوهم واللي كنعرفوهم. هاد كوفيد صاب بزاف ديال الناس اللي عزاز علينا وحرمنا منهم. هاد كوفيد جا بزاف ديال الناس اللي ما كناش كنتظروا انه ممكن يجيهم في لحظه من اللحظات، ولكن تفاجئنا ما بين لحظه وثانيه بانهم تيستي بوزيتيف وخاصهم يجلسوا 14 يوم وممكن الفيروس يتطور في الجسم ديالهم. تبعنا في المسار ديال هاد الفيروس هذا مجموعه ديال التطورات، ربما كانت مراحل وكانت مناطق اللي تم يعني التاكيد على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية بشدة وحزم أكثر من مناطق أخرى. عشنا واحد الرحلة في مدينة طنجة وفي النواحي ديالها، وعشنا أيضا واحد الفرصة واحد الوقيتة واحد المناسبة في مدينة مراكش والنواحي ديالها، واليوم انتقلنا لمدينة الدار البيضاء. لكن مدينة الدار البيضاء كانت متصدرة بأرقام قياسية قياسية على المستوى الوطني. كاين بعض الناس اللي كيقول لك واش غيوقع كاع، هما كاينين بلدان اللي وصلوا 30,000 حالة، ولكن حنا ربما السؤال اللي كيتطرح واش عندنا الامكانيات باش نتصداو لهاد النسبه المهوله ولهاد الارقام المهوله اللي صبحات كتسجل بشكل يومي. طولت في المقدمه، ولكن كان ضروري انني نرصد هاد الصور الاجتماعيه اللي صبحنا كنعيشوا معاها وهاد التراخي المستفز والخطير اللي ما بقاتش عندنا فرصه امامه باش يمكن نلعبوا او لا نقولوا لا ما كاينش الفيروس. الفيروس خطير فتاك، والنتيجه حنا بدينا كنشوفوها خطيره جدا. لهذا الغرض مصادفه اليوم معايا ضيفين اللي غنتكلموا معاهم وغندردشوا معاهم في الموضوع. مصادفين معنا الدكتور زاروف محي الدين، منسق خليه كوفيد بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجه. مساء الخير دكتور ومرحبا بك. صباح الخير استاذه سكينه، ومرحبا بالمشاهدين الكرام. ايضا كنستضفوا معنا ضابط امن ممتاز قائد فرق المرور بالدار البيضاء اونفا سي برادي محمد. مرحبا بك سيدي محمد معنا. اهلا، مساء النور. مساء النور بالنسبه للمستمعي الكرام. مرحبا. اذا بدايه دكتور زاروف، ربما المقدمه ديالي كانت نوعا ما طويله، ولكن الغرض منها كان واحد نوع من الاشاعه على صور اللي اختلفت في المجتمع ديالنا. اليوم ناس كتكلم على ناس اللي مصابين من المخالطين واللي تيرفضوا انهم يجلسوا 14 يوم في الدار. اليوم كنتكلموا على ناس اللي تيخرجوا بلا بافيت رغم انه الخطوره مرتفعه. اليوم ناس صبحنا كيقول لك واش غيوقع كاع الا جا كوفيد، 14 يوم وغادي نوض، 7 ايام وغادي نوض. قراءتكم للوضع كما هو على المستوى الطبي دكتور محي الدين. نشكركم على الاهتمام بهذا الموضوع اللي هو موضوع الساعه، والدور الريادي ديال الاعلام في مواجهه الفيروس والوقايه منه. خصنا نعرفوا في الاول فاش جا الفيروس، كان واحد الفيروس غامض للجميع في العالم كامل. هادشي كان الناس كلشي مخلوع، كلشي خايف، كلشي تيشوف شنو واقع في العالم، وخاصه فاش كانوا الوفيات كثيرين في اوروبا في الصين، كان كلشي مخلوع. وكان الناس وخاصه باش تخدمت السلطات الاجراءات الاوليه ديال الحجر الصحي، الناس ما كانوش عارفين شنو واقع. دونك كلشي كان واحد نقول واحد التعبئه عامه باش الناس التزموا بالمنازل ديالهم. كانوا تلتزموا في الاول بالكمامات، وهذا الشيء خلى الانتقال والفيروس كان ضعيف في الاول في المغرب الحمد لله. وهذا هو باش نقولوا بان باش يثبت بان راه الفيروس كلما كانت الحركيه مرتفعه كلما انتقال الفيروس سيكون اكثر. في الاول
الناس يقولوا علاش كما قلتي في المقدمه ديالكم يا استاذه، بان علاش فاش كانوا قليل الحالات كانوا الناس كنحجروا، دابا من كثر الحالات الناس دابا تيتحركوا. راه في الاول كان الهدف هو بان هذا الفيروس ما ينتشرش في المغرب، هادشي علاش كان داك الحجر بواحد الصفه كبيره، دونك ما كانش الناس الفيروس ما كانش خصو يدخل، ولا لا دخل ما ينتشرش. وحتى واحد ما كان في العالم عارف بان شحال غدوم هذه المده، واش شهر شهرين 3 شهور، حتى واحد ما كان عارف. مع الوقت هادشي طول، وبيان سور تيوليو واحد الضروره اجتماعيه، ضروره اقتصاديه، ضروره بزاف الاشياء اللي تتحكم في الصيروره ديال الحياه. دونك كان خص لها بدات الرفع ديال هذا الحجر مؤقتا باش الحركه الاقتصاديه تطور، لان تضروا بزاف ديال القطاعات في ذاك الوقت. من بعد كان للاسف شنو وقع، وحنايا كان واحد الارتخاء من المواطنين، وقالوا كما هذاك اطمأنوا الداخل ديالهم، اطمأنوا بان هذا الفيروس ماشي بداك الخطوره اللي كنا متصورين، وها هو ما كانوش انتشار كبير، ما كانوش حالات وفيات كبيره، ونسينا بان راه هذا الشيء كان السبب ديالو هو الاجراءات اللي اتخذت في الاول. مع الوقت الناس مع الارتخاء ديالهم خاصه في العطله الصيفيه وفي العيد الاضحى كانت واحد الحركه كبيره، والفيروس بدا ينتشر بين بدا في الاول في مدينه طنجه في الجهه ديال طنجه، من بعد الفيروس كان في مراكش فاس، وهو بقى ينتشر في المغرب كامل، ولهذا جميع المدن جميع الجهات الان فيها ارتفاعات ديال الحالات. وبطبيعه الحال فاش يكون ارتفاع الحالات تيكون الوفيات كبيره، وللاسف حنا اليوم تنشاهدوا هذه الحاله اللي كاينه في مدينه الدار البيضاء. والدار البيضاء كما عارفين انها مدينه مليونيه وفيها الناس، فيها الحركه الاقتصاديه كبيره، وهذا الشيء علاش غيكون سهل الانتشار ديال الفيروس وسط المواطنين. اذا الى سمحتي لي بطبيعه الحال دكتور زرف، غادي ننتقل عند السي محمد برادي وضابط امن ممتاز قائد فرق المرور بالدار البيضاء اونفا. يعني سي برادي، كان نوع من المؤاخذات كون انه كان واحد الحزم كبير في بدايه ديال الحجر الصحي، الشيء اللي خلى الناس انهم حتى هما يلتزموا، كان الخوف من الغرامات اللي ممكن انهم يكونوا، كان يعني الخوف من ايضا من الاعتقالات اللي كان ممكن يكونوا، واللي جات بهم قانون الطوارئ، كانوا مجموعه ديال التدابير اللي شي شويه كانت رادعه على الناس. من بعد كان واحد الا بغينا نقول واحد لا فلويديتي، الناس بدات كتحرك بواحد الشكل اكثر. بطبيعه الحال التنقل ما بين المدن بقى نوعا ما معقد، ولكن كانت مؤاخذه من هذا الجانب. نبغيك تحطنا في الصوره، لانه اليوم الناس كيقول لك ان كنلقاو 20 براج، دابا كنلقاو جوج الا لقيناهم، شنو هو تفسيركم؟ بالفعل كان في عدد ديال السدود الاداريه ولا القضائيه لسبب واحد، لان ملي كان في البدايه كان الحجر الصحي كان حظر التجول بصفه نهائيه، يعني كيخرج من المنزل ديالو الا اللي عنده رخصه تنقل استثنائيه، يعني الناس اللي كانوا كيخرجوا الا اللي مضطر باش يخرج للعمل او المستشفى او شي حاجه اللي هي معقوله. يعني حتى نسبه السيارات اللي كانوا كيتجولوا اثناء الحجر اللي كان دار في 18 مارس، ماشي ملي تحيد الحجر وبدا الحظر التجول الليلي اللي كان من انطلاقا من الساعه 22 مع 10 الليل يرجع دابا الساعه 9 ديال الليل. من قبل كان الاهتمام ديالنا ما كانش عندنا مجموعه ديال المشاكل ديال السير ديال المدارات، كان الاهتمام ديالنا كيتصب على البراجات فقط، يعني ما عندناش الزحام، ما كنتش كتلقى الزحام في الرونبوانات في المدارات، كتلقى الزحام الناس كلها ما كتخرجش، كيخرجوا الا اللي كما قلت لك هذه الحالات اللي شرحت لك. الان ملي تحيد الحظر ديال النهار ولينا الحظر التجول حتى الليل، ولا كاع المواطنين كيخرجوا، اللي خارج يتسارى، اللي خارج يتسوق، اللي خارج يخدم، يعني كل عندنا كم هائل ديال السيارات. الا جيت دير واحد السد اداري وتوقف مثلا في الشارع، نعطيك مثلا حنا في الدار البيضاء شارع ديال طريق الجامعه، شارع رئيسي في اربعه ديال 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 ليفو، هذا اللي جيت توقف وتوقف كونترولي سياره بسياره، انت جايه لخدمتك مع 7:30 ديال الصباح، راه ما وصل خدمتك حتى 11 ديال النهار. لك الا جينا نشوفوا الان كاين الان مجموعه ديال المواطنين تيقول هاد السدود هادو الموضوعين كيعطلونا وكيعطلونا وكيعطلونا على العمل ديالنا، غير كيجروا كيدوزوا الناس. بالعكس السدود عندهم الاهميه ديالهم، وعندهم واحد التعليمات خاصه مجموعه ديال حنا اللي كنبغيو نضبطوا، اما الساكنه ديال الدار البيضاء كيتنقلوا بكل حريه. حنا المشكله عندنا دابا الان غير المواطنين اللي كيجونا خارج الدار البيضاء، باش ما يدخلوش عندنا الدار البيضاء، والناس ديال الدار البيضاء ما يخرجوش يمشيو لخارج الدار البيضاء الا برخص تكون عندهم رخص. المشكل اللي باقي كنلقاو هو رغم هذه الاجراءات ورغم التدابير اللي مشدده وديال المراقبه وشددنا بالليل، كنلقاو مازال المواطن ما كيلتزمش في التجول بالليل مور 10 الليل اللي كانت واللي بدات من البارح مع تسود الليل، كتلقى الاسباب تافهه تيخرج المواطن ما كتوقفوا انا خارج
نعم، هو ربما يعني سؤال يا سيدي محمد، لا سمحتي، هو ما كتحملش المسؤوليه غير الجهات الامنيه وحتى الجهه حتى الوزاره الوصيه. هو الفيروس راه ماشي نشيط غير من 9 ل 6 الصباح، يعني راه الفيروس نشيط على مدار اليوم، ممكن ان كاين تواصل على مدار اليوم، يعني الناس اللي غيخرجوا بالليل راه الناس قلال، ما غيكونش العدد كبير بقدر ما كيكون بالنهار. يعني واش كاينه شي سياسه للتدبير اليومي؟ الدار البيضاء راه كبيره، البارح كنشوفوا درب السلطان عامر، كنشوفوا يعني مثلا لاخدينا بعض المناطق المدينه القديمه او بعض الاحياء الشعبيه عامره. انا كنقدر بانه للاسف كاين عدم التزام المواطن، ولكن واش كاينه شي تدابير مباشره باش تردع شي شويه الناس، لانه الناس اخذت الامور ببساطه؟ التدابير اللي حنا اللي كنصاروا على التنفيذ ديالها ديال الوقايه من كوفيد 19 هو وضع الكمامه وعدم التنقل الا برخصه والتباعد الاجتماعي. بما ان حنا في الدار البيضاء ما عندكش، كتمشي من منطقه لمنطقه او من حي لحي، ما كتشتاش رخصه ديال التنقل. اللهم كما قلت لك ملي كندخلوا الفتره ديال الحظر التجول، هاد النقطه هذه كيكون الخروج ديال جميع المواطنين، تيكون جميع المواطنين تيكون الخروج. حنا كنحاولوا نشدوا لا في المقاهي ولا في المطاعم ولا في الشوارع ولا في الاماكن العموميه، يكون التباعد الاجتماعي على الاقل على الاقل يكون متر، ووضع الكمامه. هادو هما بالنسبه لنا حنا كامنيين اللي الدور ديالنا نسهروا على التطبيق ديالهم وديال زجر المخالفين ديال هاد القواعد ديال التباعد الاجتماعي. اما فيما يخص التحرك الهائل ديال المواطنين، فهنا القانون ما كيفرضش عليهم يكون عندهم شي قيود باش يتحركوا داخل المدينه. نعم، هنا سي محمد، يعني المساله ديال البافيت مثلا عليها، يعني عليها غرامه، ولكن كنشوفوا بلي بزاف ديال الناس ما دايرينهاش. كيفاش كيتم التعامل مع المخالفين في هذا الباب هذا؟ راك شفتوا ملي خرج القانون اللي صدر مؤخرا في أفريل أو على ما أعتقد تل غشت من صدر القرار وبالمعاقبة ديال عدم ارتداء الكمامة، وراه كان السيد الوالي ديال الأمن ديال الدار البيضاء كان شخصيا كيخرج معنا في حملات ديال الزجر هاد المواطنين اللي ما كيلتزموش. العقوبة كتجلى في غرامة مالية قدرها 300 درهم أداء فوري للغرامة. حالة عدم الأداء الفوري كيتخذ المعني بالأمر المقر الدائرة الأمنية بالتنسيق مع النيابة العامة، وكيتعمل ليه محضر كيمشي النيابة العامة، أنا ذاك هي اللي كتفرض عليه الغرامة الواجب. أما في عكس ذلك إذا كان غيأدي الغرامة ديال 300 درهم كياخذ وصل ديال الغرامة ديال عدم وضع يا إما عدم وضع الكمامة كما خبرتك، أو لا التباعد الاجتماعي، أو لا عدم توفر رخصة ديال التنقل الاستثنائي. نعم، انا غادي ننتقل عند دكتور زارف، ولكن قبل منها بغيت نسولكم، يعني استاذ محمد، الى اي مدى كيبان لكم باللي تم تطبيق هذا القانون هذا مع المواطنين؟ يعني هذه الاجباريه ديال اداء الغرامه بحيث انه يخلي يدفع الناس انهم يلتزموا بارتداء الكمامه. هو كاين واحد الالتزام نسبي بالمقارنه من قبل ملي كان بدا الحجر ديال الحجر الصحي في ربوع المملكه، ما كانش فعال هذا القانون هذا، كان كيتضروا غير محاضر كيمشيو للمحكمه، اما الاداء الفوري ما كانش فعال. الان مجموعه ديال المواطنين الى لاحظتي غير مقارنه بدايه الحجر الصحي اللي كانت دار في 18 مارس الان، وليتي كتلقى مجموعه ديال المواطنين عدد كبير كيرتديوا الكمامات، لا في وسائل التنقل العموميه، لا في الادارات، ولا في الازقه. وماشي 100%، ما نقولش راه 100% كلشي كيدير الكمامه، ولكني الى لاحظتي في الشوارع الاماكن العموميه راح نسبه كبيره لا يستهانوا بها كتحترم الوضع ديال الكمام. نعم، انا غادي ننتقل عندك دكتور زاروف. بطبيعه الحال حنا الجميع تنعرفوا بلي الفيروس باين كيفاش كينتقل، كيفاش كيخصنا نحميو نفوسنا منه، ولكن كثير من الناس كيقول لك غادي نغسل يديا كل 30 دقيقه ولا نعقمها، غندير التباعد الاجتماعي، غندير البافيت، وحق راه فلان خداها في لاسونسور، حق راه فلان جابها في الصرف، حقا راه فلان جات الخضره تال الدار وكان فيها الفيروس، حقا فلان راه دخلها في صباط في رجليه. كاينه هضره كثيره من هذا الجانب هذا. الى جانب هذا الشيء كاين نوع من التراخي عند المواطن.
بحال الناس عيات نفسيا كتقول لك واش غيوقع كاع صافي جي هذا الفيروس ندوزوه ويوليو لي زونتيكور ونتناو اشنو غيوقع 7 ايام ديال الدواء الا جات الموت الله يرحمنا. كاينين الناس اللي بداو كيتبناو هذا النوع من 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 النقاش، كيفاش نقدروا نجاوبوهم طبيا؟ لانه انتم دكتور يعني عطيتونا واحد الاشاره مهمه في البدايه، البدايه مي كان الحجر ها علاش واشنو علاش درناه. دابا خاصنا نفهموا باللي المساعد الاول لنفوسنا راه هو نفوسنا، وهذه مساله ما بغاوش يقتنعوا بها الناس للاسف. صحيح أستاذ سكينة، هو خصنا نعرفوا بأن هذا الفيروس دابا ما يمكنناش نعرفوا، كل شيء عارف بأنه الطرق ديال العدوى، ولكن حتى واحد ما يقدر يقول 100% كيفاش ننتقل لهذا الفيروس، لأن الفيروس اللي باغتو تتلقاه الناس يقدر مثلا غير في انت لمستي شي حاجة مع شوية الوقت يمكن مشيتي النفاق ولا مشيتي لعينك حكيتيها ولا هذاك راه يمكن لك تنقل الفيروس لراسك. دونك ما كاينش، دونك حنا شنو تنديرو؟ تنحاولوا نقصوا ما أمكن بالنسبه ديال الانتقال باش تحمي راسك 100%. ما كاينش شي حاجه ديال الحمايه 100% باش نقولوا، ولكن شحال ما التزمنا بالوسائل ديال التباعد الاجتماعي، شحال ما التزمنا بالوسائل ديال الوقايه الكمامه، غنقصوا واحد النسبه كبيره من الخطر ديال انتقال هذا الفيروس. المواطنين صحيح هما مع الوقت يعيوا لان هذا راه الدوام، يعني الناس ما عارفينش هادشي فوقاش غيسالي، وكما قلتي الناس يقول لك صافي مرحبا بهذا الفيروس، ولكن للاسف راه هذا الفيروس يقدر يؤدي للوفاه الناس اللي عزازين علينا، يقدر يؤدي للوفاه، يدير واحد المآسي في العائلات. هذا الشيء علاش دابا ما يمكنناش، خصنا مازال نصبروا ومازال نتخذوا الاجراءات على امل ان شاء الله الفاكسان ولا اللقاح يكون في اقرب وقت متواجد ان شاء الله، والدوله راه خدات الاجراءات باش يكون باش يقدر يتوفر بكميه كافيه في المغرب، لان داروا اتفاقيات مع عدد من الدول، وباش اول دوله غتلقى اللقاح اللي يكون افيكاس المغرب يستفد منه في الاقرب. لهذا تنقول بان هاد المواطنين خص مازال يصبروا، مازال يلتزموا ونحميو بعضياتنا. ربما هذا اللي تيقول لك انا غندوز الفيروس ويجوني لي زونتيكور وغنولي معاك، راه يمكن هو يحمي راسه، ولكن ما يقدر يعادي الناس اللي معاه في الدار، الناس اللي معاه في الخدمه، الناس اللي دوك يقدر يكون هو السبب في الوفاه ديال شخص اخر. لهذا من الواجب حاليا بان الناس مازال يلتزموا وما يعياوش ويحاولوا يصبروا، ان شاء الله من هنا لنهايه السنه يقدر الفاكسين يكون متواجد، ويكون من هنا لنهايه السنه ان شاء الله العام المقبل نكونوا كاملين توفرنا على هذا اللقاح ونقدروا نحدوا من هذا الانتشار ديال هذا الوباء ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. دكتور حنا كنعرفوا باننا دابا حنا في واحد المرحله انتقاليه ما بين فصل وفصل، كيكثروا لي برونشيت، كتجي كيكثر الفيروس دلا غريب، ربما كاين بعض الناس اللي كدير الفاكسان دلا غريب في هذه الوقيته هذه، اذا هذا الشيء حنا معروف عندنا. ولكن هذا العام استثنائي، لانه كاين واحد التشابه كبير ما بين اعراض لا غريب واعراض كوفيد 19. ف بغض النظر على البعد النفسي، يعني كيف ما سبق وتكلمنا في الاوف، راه كاين ناس اللي بسيشيكمون جاهم كوفيد ومشاو عاود جاو مشا كيقول لك جاوني الاعراض تخنقت ما بقيتش قدرت نتنفس. اذا وقتاش كيخصنا الا حسينا براسنا فينا شي عرض معين نوقفوا نزقاو، خصنا نعزلوا راسنا ونتصلوا، وشنو هما الاجراءات اللي خاصنا نديروا، وكيفاش نفصلوا ما بين لا غريب وما بين كوفيد وما بين كوفيد النفسي اللي بزاف الناس تعرضوا ليه؟ لا نقول لك هو بعد لا غريب راه ماشي حتى هو زكام، راه مرض عادي، راه فاش ربما تيصاب الناس اللي ما عندهمش الامراض المزمنه راه تيكون عادي، راه الاغلبيه الناس يدوزوا، ولكن راه بعض المرات في حالات اللي تيكون الامراض مزمنه تا هو بحال الفيروس الكورونا راه تا هو يقدر يؤدي للوفاه. راه كاين عدد الوفيات تيكون كل سنه بالفيروس لا غريب، يا اما الناس اللي عندهم امراض مزمنه، يا اما الناس اللي واحد سن متقدمه، هادو كاملين. لهذا ما يمكنش دابا هذا الوقت نقولوا بان لا هذا غير الفيروس لا غريب هو اللي عندي ماشي مشكل، راه دابا ندوزو. دابا في اي حاله مشتبه فيها خصنا نعتبروها كوفيد حتى نتيقنوا بان راه ماشي كوفيد، يعني جوسكا بروفي كونتخير، يعني خصنا اي اعراض، لان كما عرفنا بان هاد امراض متشابهه في الاعراض، يعني اي واحد يحس بالعياء، يحس بحرق الراس، يحس بالسخانه، يحس هذا راه كوفيد، يمشي يا اما يعمل تحليه يا اما الفحص من اجل بعدا يعرف بان هذا ماشي كوفيد ويعالجها اذا كان شي مرض اخر برونشيت كما قلتوا ولا لا غريب ولا شي حاجه. يعني ما خصناش ناخذوا لي شوز على ليجير، يعني خصنا ناخذوا الامور بواحد مسؤوليه كبيره، لان هذا الفيروس الناس يقولوا راه بحال لا غريب نهار الاول لانه تيتشابه، ولكن هو راه
النسبه ديال الفتك ديالو راه اكثر من لاغريب، واخا كنا في الاول تنقولوا راه لاغريب اكثر، ولكن علاش دابا هو النسبه ديال الفتك قليله؟ لان راه كلشي مركز معاه، يعني تاخذوا الاجراءات الناس احتياطات، لو انه ما كانوش هذه الاحتياطات اللي تخداو كلشي كان راه العدد نشوفوا عدد الوفيات لا قدر الله كبيره بزاف. لهذا ما يمكنناش نقولوا بان وهادشي من الاشياء اللي ساهموا في هذا انتشار الفيروس وساهموا حتى في الوفيات اللي عندنا في المغرب. هو الناس بزاف الناس يقول لك لا غير لاغريب، هذه غير لاغريب دابا دوزني واحد الاسبوع ولا اسبوعين هو تيصبر على لاغريب حتى تيكون كوفيد، وللاسف تيجي في حاله متاخره للمستشفى. وهذا الشيء راه غادي بطبيعه كما قلتي راه تاثر نفسانيا على الناس، وبان الناس شحال واحد يقول لك راني لوس لاغري كوفيد المره الاولى المره الثانيه، لانه بعد مره تيحصل داك الاعراض وداك واحد اي عائله تحس بها تيقول راه كوفيد راه كوفيد. وهذه دونك الجانب النفسي راه هو مهم في هذا، يجب الاخذ بالاعتبار هذا الجانب النفسي في هذا في هذا في هذا لا بيريود ديال الكوفيد. نعم دكتور، كاين بعض الناس اللي تيقول لك لا انا ما غنمشيش ندير تيست على ود لا راه غير كيكون داكشي مقدر، راه نقدر نكون انا نيجاتيف ونخرج بوزيتيف، لا راه الارقام غير مقدره لا بزاف هادشي. الا خدينا مثلا نموذج ديال مدينه الدار البيضاء، هو كل نهار 1500 1200 حاله، والساكنه ديال الدار البيضاء راه ساليناها. هذه هضره اللي كتقال يعني الناس كتكلم فيها، حتى انها خلات بزاف الناس بدات تشك في طبيعه الفيروس وكيفاش كيتعامل معاه. نبغيو انك توضح لنا الصوره في هذا الجانب هذا باش الناس تفهم شي شويه وتفيق من هذه الناحيه، وعلاش كيخصنا نديروا لو تيست. اللي نقول لك هو هذا لو تيست شنو غايدير لنا؟ هو غادي يحدد اوموا الناس اللي غادي يكونوا عندك لو تيست بوزيتيف، غادي يحداو راسهم يحداو الناس اللي حداهم، يعني غينقصوا من الانتشار ديال الفيروس. هذه حاجه مهمه هذا لو تيست يلعب هذا الدور. هذا غنقولوا الارقام، الناس اللي يقول لك 1500 انا تنقول لكم اكثر، هادو الناس اللي مشاو قلبوا ولقاو عندهم 1050. مي الناس اللي كاينين في الدار البيضاء يوميا راه نقدر نقول لك راه يقدروا تيكونوا بالالاف. غير هما كاين الناس اللي تيدوزوا الفيروس بلا ما يحسوا، ما كاين حتى شي عارض، ما تمشيش يدير لو تيست وتيدوز داك لا بيريود الفيروس، تيكون ان بورتور سان، يعني عنده الفيروس ولكن ما اداش العرض، ويكون عاد واحد اخر وهذاك الاخر اللي غيبان عنده الاعراض الوغ هو ما باش عنده الاعراض، الوغ هو كان السبب باش انتقال داك الفيروس. لهذا خص لابدا الناس ياخذوا الاجراءات ديالهم، اي اعراض داكشي خص لابدا نديروا التيست باش اوموا اونونساق داك لو فيروس داك الجهه. الناس مثلا في العائله، وصل العائله هذاك السيد لا كان طلع بوزيتيف، يعني تيحمي الناس اللي معاه. هذاك الحي واحد العائله كلها بوزيتيف تتحمي الحي اللي ها، ولا كان واحد الحي فيه بزاف ديال تيولي ان فوايي حتى هو نقدروا نحميو، لا قدرنا نحاصرو نقدروا نحميو حي وحده اخرى، وهكذا تنحاصروا الفيروس. لا بقينا تنقولوا بان نتبعوا هذه الاشاعات راه غادي نلقاو راسنا اكثر من فرنسا واسبانيا اللي تيشوفوا تتشوفوا الحالات اللي دابا شحال منتشرين فيهم من الفيروس للاسف. غادي ننتقل عند الضابط محمد، يعني ربما اسئله كثيره اليوم كنحاولوا نجاوبوا عليها باش نفيقوا الناس شي شويه الا سمحتي ليا. اكيد انه الدار البيضاء الان هي متصدره فيما يخص الارقام. حنا تبعنا المسار ديال هذا الفيروس من مارس الى يومنا هذا، كانت الارقام ماشي ما كانتش، ولكن ما كانتش بالشكل المخيف اللي صبحنا كنشوفوه دابا. الا تبعنا التاريخ ديال الاصابات في المغرب من مارس الى يومنا هذا، تلقاو باللي الدار البيضاء تصدرت الارقام، بحيث انه وين كنوصلوا ل 1500 1600، وكيظهر لي بانه في خلال الاسبوع الماضي يعني وصلنا ل 2000 حاله فقط في مدينه الدار البيضاء. الرقم شي شويه مهول وكيخلع. في نفس الوقت فئه كثيره من الناس واخده المساله كما كنقولوا بالاستهتار، وما واخداش بواحد الجديه الكافيه. يعني اكيد انه الجهاز الامني لعب واحد الدور كبير الله يحسن العوان، وكنقدروا جميع الامنيين اللي تعرضوا حياتهم للخطر، لا الامنيين ولا الطاقم الصحيه اللي تصابوا منهم عدد من الناس، واللي يعني باش يحميوا الناس الى غير ذلك، ومجموعه من التدابير هي كدار. فشنو هي الرساله المباشره اللي نقدروا نوجهوها لهاد الناس هذا الباب، من باب التدابير الامنيه ومن باب الحرص الامني بطبيعه الحال لتصدي الفيروس ولتصدي هذه الارقام المهوله بمدينه الدار البيضاء؟ فعلا كما شرتي العدد ولات يخلع، عدد ولات عدد كبيره في مدينه الدار البيضاء، والساكنه ديال الدار البيضاء كتحمل كذلك المسؤوليه. والدار البيضاء كعرفتيها مدينه اقتصاديه، هي القبله ديال جميع المواطنين في باقي المدن المغربيه من ناحيه الناحيه الاقتصاديه. اذا عدد كبير ديال الشاحنات وديال الوسائل ديال التنقل اللي كتدخل وكتخرج يوميا مدينه الدار البيضاء عبر الميناء ولا عبر الطرق،
إذن المواطنين كما شرت لك أنا كان من هذا المنبر كنطلب منهم يزيدوا يكون عندهم شوية ديال الحزم في التصدي لهذا الفيروس، أو خان ديروا البراجات بعد الكبير وخان ديروا السدود الإدارية ولا القضائية، راه كتبقى إلا ما كانش إرادة عند المواطن وتعاوننا كلنا جميع، لا نتوما صحفيين ولا حنا أمنيين مع المجتمع المدني مع الكافة ديال المواطنين، راه تبقى هذه الأرقام دائما مهولة. إذن أنا كنطلب من المواطنين اللي يحترموا شوية القواعد، قواعد إن كما قلت راه كاين بعض الناس كيشكوا في هذا الفيروس هذا. وأنا كنبغي نقول لك أنا واحد الشرطي كان تصاب مؤخرا وتوفى ليلة أمس بهذا الفيروس هذا، ومجموعة ديال الناس راه ماشي غير عندنا حنا في الصفوف الأمنيين، مجموعة ديال الناس في عائلات عندنا راه توفاو الناس وبالفيروس كي تيقول لك راه مات ولصقوها الكوفيد. كوفيد راه الفيروس كاين وراه قاتل. إذا كاين بعض الفئة كما شرتي ما متحملاش المسؤولية واخذ الأمر غير باللعب. إذن أنا كنطلب منهم يحترموا القواعد حتى لما خافش على رأسه يخاف على ناس أخرين، كما قال الدكتور رأي أخذ هو الفيروس عنده هو مناعة، رأي يكون عنده موخه ولا أخته ولا راجل كبير ولا جاره ولا غير البقالة اللي مشى عنده راجل كبير وعنده بعض الأمراض المزمنة، رأي ما يقدرش كل مناعة اللي غادي تحميه. إذن كان عاود نكرر لأن ما زال ما لمسناش بحد 100% من الناس الدار البيضاء المواطن تساعد معنا إحنا كأمنيين ونتصدوا لهذا الفيروس هذا. اللي كنقولوا مثلا كنرجع لك لحظه التجول الليلي، لماذا؟ علاش؟ حيت بالليل المواطن سال الخدمه ديالو اش كيبقى القهوه والماكله والضحك واللعب، وملي كنتجمعوا كنوليو عدد كبيره كاس ديال الماء يشربوا هذا يعني كنوليو قرا مازال في العمل، انت في المكتب ديالك انا المكتب ديالي كنديروا البافيت كاين كتكون مراقبه، اما ملي كيتلاقاو على الصحاب ما كتبقى لا واحد كيراقب شي صافي كتولي كل كيدير اللي قال لي راسو والضحك واللعب، هنا كتكون الطامه الكبرى. ومازال كما قلت لك لاحظوا حنا في السدود لان كنزيدوا نشددوا المراقبه بالليل حضر التجول، لان غيخرج غير اللي عنده رخصه التنقل الليلي، خدام مثلا في المرسى او لا طبيب بحال الدكتور او لا ممرض، هاد الناس هادو خصهم كيتنقلوا بالليل. كنلقاو مجموعه ديال المواطنين خارج كتوقفوا المراه مسكينه خلطات انا غادي بها نضرب بها دويره، واش حنا كانت الالاف كتصاب والمئات قربنا راه بقى لنا ولا نوصلوا للمئات في اليوم اللي ديال الوفيات، والناس باقي الناس باقي ما واخدينش الامر، ماشي كلشي ولكن واحد المجموعه باقي ما واخدينش الامر بجديه. كما قلت لك حنا امنيين حنا راه كنتصداو لهاد الحاله هادي، واللي تضبط راه كنطبقوا عليه القانون. راه الغرامات عندنا ارقام كبيره في هاد الغرامات اللي تسجلات في هاد الاونه الاخيره، ولكن مع ذلك مازال ما وصلناش للهدف المنشود والمبتغى ديال عندنا بالليل يكون عندنا ماشي نقولوا الصفر حاله ديال التجول بالليل، على الاقل غير هاد الفئه اللي ذكرت لك هي اللي كنت تتجول بالليل، اما مواطن ما عنده ما يدير بالليل ويخرج يبقى يدور بالليل ما عندها حتى شي معنى. المقاهي كيسدوا كلشي كيسد، يعني تلاقيتي غتلاقى في السياره ولا تلاقى في واحد المكان تعرض نفسك وتعرض الاخر حتى هو للعدوى. اذا كما سبق وشرت لا كما قلت لك حنا الجهود ديالنا راه كتبقى دائما كنضافره ودائما كنصبوا السدود ودائما المراقبه ثم المراقبه، ولو ان فئه كبيره كيتشكاو من هاد السدود يقول هاد السدود موضوع عندنا غير عرقاله، لا راه ماشي عرقاله، هاد السدود راه عندهم تعليمات من طرف الرئاسه ديالنا كنستهدفوا واحد النوع ديال المركبات، واحد النوع اللي غيدخلوا لينا من مدن اخرى، ويا اما غيدخل يا اما غيدير فيروس يا اما غيجيب الفيروس، حمايه له ما يدخلش الا اللي عنده رخصه ديال التنقل، وهذا كيكون عنده رخصه ديال التنقل الاستثنائيه راه كيكون عارف الهدف ديالو اللي غادي يمشي ليه ودخل، اما باش يجي من مدينه مجينا وقيدور من قيصريه لقيصريه من درب عمر لدرب غلف للقريعه راه لا داعي، هذا وقت هذه راه ماشي ديال باغي نشري تجين نجي ليه من الدار من نجي ليه من مدينه اخرى نجي ليه للقريعه باش نشري تجين. انا هضرت بهذا الاسلوب لان هذه الحالات حنا كنلقاهم، كتوقف واحد تيقول فين غادي نمشي لدرب غلف نشري بورتابل، واش هذه وقيت غادي نجي انا من مدينه اخرى نجي لدرب غلف اولا غادي نجي هنا اولا غادي نجي هنا اولا نجي هنا، حنا هنا ماشي كان بغينا الاقتصاد ديال نضربوا الاقتصاد، لا بالعكس ما بغينا كلشي الاقتصاد، علاش الناس كتمشى بالليل؟ باش يبقى الحركه يبقى الرواج، لان الناس ضرات اقتصاديا، ولكن شويه يكون شويه ديال الحزم.
هو شرتي لبعض النقط اللي هي مهمه ضابط محمد، مهمه جدا، لانه بزاف ديال الناس طرحت اسئله من هذا الجانب، وكيظهر لي بان الاجوبه راه كانت واضحه ومقنعه. هي فقط حنا مثلا نرجعوا لمدينه الدار البيضاء، هي مدينه اللي هي اقتصاديه، مدينه اللي كتوقف مجموعه من المدن المغربيه على المستوى الاقتصادي، مدينه الى طاحت الماساه غتكون كبيره بزاف، يعني الى ارتفعت عدد الحالات ديال الاصابه في مدينه الدار البيضاء راه غتكون الوضع ماساوي. حنا سبق وقلناها وغنعاودوا نقولوها، راه كاين بزاف الناس اللي اليوم ما لاقينش ما ياكلوا، ملي تنقولوا ما لاقينش ما ياكلوا معنى ان القطاعات ديالهم توقفات على الشغال تماما. مدينه الدار البيضاء كاينين الناس اللي ديكلاراو فايت، كاينين محلات اللي بدات صافي كتبيع لانه صافي وقفات ما كاينش دخل، سواء في مناطق اللي هي حيويه بحال درب عمر، بحال درب السلطان الى غير ذلك. هاد المناطق اللي كانت كتعرف واحد الانتعاشه كبيره ايام الجمله، الناس كتجي كتقضى كتسوق الى غير ذلك، كاينه واحد الحركيه اللي هي كبيره، ولكن في نفس الاتجاه عاوتاني كيتلام، والصراحه مساله كيتحملوا فيها واحد النسبه كبيره للمواطنين المسؤوليه، كون انه مثلا دابا الذكرى المولد النبوي، الناس خارجه لدرب السلطان تقضى الحوايج، الناس خارجه للقصريه تقضى الحوايج، خديت درب السلطان كنموذج لانه كاين فعلا واحد انعدام المسؤوليه مثلا عند 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 الناس، ما دايرينش لي بافيت ديالهم، ما كيتقداو، ما هماش هنا مرفوعين، ما كاينش واحد الحزم. فبالنسبه لكم يعني الضابط محمد، من الجانب الامني كيفاش يمكن لكم توجهوا الناس في هذا الاطار؟ لانه كيف ما قلتي حنا ما جيناش باش نربيو الناس، حنا كنحاولوا نضبطوا الناس، وهنا كاين فرق ما بين انني نربيك وما بين انني نضبطك. فعلا حنا كامنيين كما قلتي حنا ما كنربوش، حنا كنسهروا على الراحه ديال الناس، كنسهروا بتطبيق القانون. انا قلت لك انا كنطلب من الناس يتعاونوا معنا في تطبيق القانون في هذه الحاله اللي شرتي لها الان ديال درب السلطان مع الموسم او العيد ديال المولد النبوي الشريف، كيكون استقطاب ديال مجموعه ديال المواطنين باجل الخشينه ولا باش يشريوا الملابس ديال العيد. وحنا في هذه الفتره هذه خصنا نحترموا هذه القواعد ديال الوقايه من كوفيد 19. علاش انا كنفرضوا غرامات؟ ماشي كنفرضوا، القانون اللي فرضوه حنا كنطبقوها. اللي ما دارش الكمامه غرامه ديال 300 درهم، اللي غادي ما محترمش المسافه ديال الامن على الاقل واحد المتر غرامه. ولو المواطن تيقول انا ها هي داير هاد عند لحيتي، هي دايره في جيبي، هي دايره هاد الكمامه، ما دارش باش دار في جيبي او لا دار في يدي او لا دار الكمامه، خصها دار بشكل قانوني اللي باش يحمي راسو وحمي الناس 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 الاخرين. وهاد الحاله هادي علاش انا كنهضر، اللي كيدير على ود البوليس راه كيديروا على ودكم القائد محمد، وراه كيدير هذا هو الخطا. دابا هاد الناس، هاد الفئه هادي هما اللي غادي يوصلونا لا قدر الله، بغيناش نوصلوا ليها، اللي كلشي كيتشكى شي خايف، ماشي كيتشكى شي خايف من اغلاق مدينه الدار البيضاء، وراه بقينا على هاد الوتيره. هما دابا السلطات الولايات جات الدار البيضاء، هما نقصوا ساعه. واش كتعرفي التاثير ديال هاد الساعه اللي تنقصات بالنسبه للمطاعم؟ كانوا كيسدوا مع 9 ولا يسدوا مع 8، وهادو لقيتها هي لقيتها ديال العشاء، هي فين الناس كيبغيو ياكلوا، واش التاثير غتاثر عليهم؟ هذا دابا نقصات ساعه، ولا قدر الله غدا لقينا غادي الارقام كترتفع، غادي نرجعوا للاغلاق. هذا ماشي هذا الشيء كنقول لك، ماشي قرار ديال السلطات الامنيه، حنا ما كنقرروش، حنا غير تكهنات، ها كنحضروا وناخذ نموذج غير ديال الحمامات وديال صالات الرياضه اللي مسدوده من شهر 3 الى يومنا هذا، وتتضرب كما قلت راهم داروا فايت. اذا حنا بغينا الكل يتعاون، الكل يحترم القواعد ديال الحمايه من هذا الكوفيد، من هذا الفيروس، باش ما نوصلش لما هو أسوأ. حنا راه ما بغينا وقتاش حنا الفيروس عندنا في الدار البيضاء ينقص وترجع الحياه كما كانت. انا قلت راه كما قلت واحد النقطه مهمه بزاف ديال الناس راه ما لاقين ما ياكل، وشنو السبب ديال هذا؟ هو التهاون ديالنا حنا المواطنين ما كاينش واحد، ما لمسناش واحد الروح ديال التعاون والروح ديال التضحيه باش نوصلوا لواحد الارقام اللي كنا فيها في الاول، اللي كنا كنلقاو 24 حاله 25 حاله، وقارن من 24 حاله توصلنا دابا 3000 4000 حاله، راه الامر مهول. والشيء باش درناه بعدم احترام قواعد الحمايه من الفيروس. كما قلت لك حنا دائما كامنيين راه كنتصداو لهاد الحالات هادو بغرامات ماليه اللي ذكرتها كي 300 درهم، اللي ما كيوضعش الكمامه، اللي ما كيحترمش التباعد الاجتماعي، واللي عنده تنقل بدون رخصه. مازال كنلمسوا مجموعه ديال المواطنين كيجيو للدار البيضاء بدون رخص، والهدف ماشي شي هدف اللي كبير غادي من اجله غادي يجي للدار البيضاء. هنا مازال كنأكد
وكنأكد بان الا ما لما لما التزمناش كلنا غنلتزموا، خصنا نلتزموا كلنا مواطنين بصفه عامه بما فيهم للامنيين مؤسسه الامنيه ولا فيهم للمجتمع المدني والكل، باش نحاربوا هذا الفيروس هذا خصنا نضامنوا وخصنا نصبروا ونضحيوا باش نحاربوا هذا الفيروس، لان لا بقينا غاديين بالاستهتار. ولا الحمد لله راه كما قلت لك راه ماشي بحال شهر 3 بالنسبه للبابيط، ماشي بحال شهر 3 دابا ملي كتدخل الشارع العام راه كتشوف الناس اللي في السيارات الاجران، الناس اللي في حافلات، الناس في الترامواي، الناس اللي غاديين على رجليهم، راه الاغلبيه دايرين البابيط. اللهم بعد بعد النقط التجاريه كما شرتي بحال درب السلطان، بحال بعض النقط اللي كتلقى فيها المواطنين ما كيحترموش، اما الاغلبيه ولله الحمد راه كاين الاحترام ديال هاد القواعد. نعم. غادي ننتقل عندك دكتور محي الدين، نرجعوا للكمامه. للاسف بزاف الناس واش عندهم هاد المساله الكمامه، لو كنشوفها اكسسوار كنهزوه، واحد دايرو هنايا ولا دايرو في يدو يعني هكذا في الـ في الكوع اليد، اولا دايرها فوق الراس، اولا غير هزها ما عندوش مشكل، تيقول لك وتنتصادف مع البوليسي وتخنقت ما قدرتش باقي نستحمل، صافي نحيت عييت. نبغيو نتكلموا في هذا الجانب هذا، لانه حقا كاين تاثير، لانه ناس كتشكى مثلا من حرق الراس بسبب الكمامه، كيقول لي كنديرها تنحس في العشيه بحرق الراس، حرق العينين الى غير ذلك، هذه مساله الاختناق مثلا تنفش مزيان حقا عندها تاثير، ولكن بغيو نفسروه طبيا ونفسروا للناس هذا الجانب هذا. استاذه سكينه، هذا الفيروس كاغلب الفيروسات ما عندوش شي علاج خاص. العلاج الحقيقي اللي كان الفيروس هو الوقايه كجميع الفيروسات، لان لي باكتيريون جينا تلقاو لي زونتيبيوتيك باش نقدروا نعالجوهم، ولكن الفيروسات راه الوقايه هو احسن علاج. وهذا الشيء علاش من هنا تنشكر بالمناسبه السلطات المحليه والسلطات الامنيه، لان تلعب واحد الدور كبير في الوقايه. فاش فهاد القضيه ديال الجزر وهذا الشيء، القضيه ديال الحد من التنقلات والحد، هذا الشيء راه تلعب دور كبير باش حنا وصلنا. مازال تنحافظوا الحمد لله على واحد النسبه قليله ديال الاماته في المغرب، وتنحافظوا على واحد النسبه ديال انتقال الفيروس مقارنه مع دول اخرى. لهذا تنركز على الوقايه، ومن الوسائل الوقايه المهمه هي هذه الكمامه راه ثبتت علميا، راه ماشي حاجه اللي اكسسوار كما تيقولوا الناس، ولكن راه علميا ثبتت بان هذه الكمامه عندها دور كبير في النقص من انتقال ديال الفيروس. يعني هذه الكمامه وعندها الشروط ديالها، خص الكمامه حتى الطريقه ديال اللبس ديالها، الطريقه ديال التناول ديالها باليدين، خصها عندها الشروط ديالها، وخص ما يكونش غير واحد. انا وياك خصنا نكونوا دايرين الكمامه، يعني حتى الا كنت انا داير الكمامه وانت ما عامش الكمامه، يعني ما تقدر تيكون واحد النسبه ديال الانتقال اكبر. لهذا فاش ما تيكونوش بجوج بينا ما عاملينش الكمامه، يعني حتى واحد ما داير فينا الكمامه، راه النسبه ديال الانتقال، الخطوره ديال الانتقال تتكون النسبه ديالها كبيره مقارنه مع واحد فينا اللي داير الكمامه، وتتكون اقل بكثير فاش نكونوا بجوج بينا دايرين الكمامه. هذا هو علاش الدور ديال الكمامه مهم. هذا بالاضافه بيان سور كيفاش نتعامل مع الكمامه. ما يمكنش حنايا مثلا انا الكمامه نتعامل معها، لان نفترض بان انا عامل الكمامه وواحد اخر مثلا عطس عليا ولا شي حاجه، راه تيكون الفيروس عندي على الواجهه ديال الكمامه. لو انا مسكت انا الكمامه بداك الطريقه من برا واحد الطريقه، من بعد انا يدي ما عقمتهاش ومشيت للعين ديالي ولا مشيت تعاملت مع الانف ولا هذاك، راه غينتقل لي الفيروس. لهذا حتى الطريقه ديال اللبس الكمامه راه مهمه. يعني انا فاش ندير انا في الكود وداك الشيء، راني نقدر نلمس بها، يكون عندي الكود فيه الفيروس، وانا فاش نديرها في الكود ديالي يعني من بعد راه نقدر نهز الكمامه نديرها نقل راسي الفيروس. يعني الطرق ديالها راه يعني باحترام الطريقه ديال استعمال الكمامه، بالاضافه الى الغسل ديال اليدين والتباعد الاجتماعي. وغادي نستغل المناسبه باش نقول لك، حنا الناس اللي شفنا في المستعجلات اللي جاو عندنا بحالة ديال الكوفيد، بزاف ديال الناس باش نقول لك الوقايه مهمه، رجع هادشي ديال التباعد الاجتماعي بسبب حضور الجنائز، بسبب حضور حفلات العقيقه مثلا، ولا بعض الاعراس اللي تيكونوا تداروا بطريقه سميتو سريه، وهذا ساهم كثير في انتقال ديال الفيروس. هذا الشيء علاش نقول لك بان ثبت علميا بانه هذا الشيء حتى عمليا، بان كلما كان تجمع وكان عدم احترام التباعد الاجتماعي وعدم
الكمامه داك الشيء تينتقل للفيروس، هادشي شويه الجنائز وفي الاعراس وداك الشيء تيكون واحد مثلا الناس العائلات العناق وتيكونوا الناس تيكون مع بعضياتهم الكمامه، دوك هنا تتنتقل النسبه ديال انتقال الفيروس، وهادشي علاش انا تنأكد وتنعاود نأكد على ارتداد الكمامه في الاماكن العموميه ومع الناس في العمل في ما كان هناك مجموعه ديال الناس، لا بدا تكون الحمل ديال الكمامه باش نقسم انتصار العدوى. نعم دكتور، واحد المساله باش نشيروا لها، الناس دابا مثلا في السياره يمكن نحيدوا الكمامه، في مكان العمل الا كنتي بوحدك يمكن تحيد الكمامه، في نقل العمومي انت مع الناس خاصك دير الكمامه، في العمل ديالك محيط بالناس خاصك دير الكمامه. هذه المساله الناس نوعا ما ما قادرينش يديروا بيناتها الفصل، كيقول لك لا راه يا خاصني نبقى دايره نهار كامل وانا ما تنقدرش وكتحرقني في راسي الى غير ذلك، ولا راه خلاص انا كنحيدها واللي بغى يطرى يطرى. لا وهذا هو دابا الناس ما لو انهم ما يعرفوش شنو هو الهدف من الكمامه غيعرفوا يتعاملوا معاها. الكمامه راه ماشي اكسسوار ولا واحد الفيروس راه تنتقل هكذا في الهواء بلا ما نكون، راه تنتقل عن طريق واحد لو فيكتور، واحد الانسان اللي تنقل الفيروس الاخر، يعني فاش نكونوا قرابين مع بعضياتنا مثلا في المكان ديال العمل راه غينتقل الفيروس، ولكن لو كنت بوحدي في المكتب او مثلا في السياره ما معايا حتى شي حد هذاك راه ماشي لابد نكون داير الكمامه، ولكن واخا نكون داير السياره ولكن فاش غيوقفني رجل الامن راه قبل ما نتكلم معاه راه خصني نكون داير الكمامه، ما يمكنش انا لا داخل السياره ونحل الزاج ديال السياره ونبقى نتكلم عليه بدون كمامه، راه الكمامه راه هو فاش يكون عندي التقاء مع واحد الشخص هو خص لابد نكون انا حامل الكمامه، والكمامه ماشي لابد تكون النهار كامل هذاك، وهي حتى ذاك الكمامه راه عندها واحد المده ديال الاستعمال ديالها، يعني بعد 4 ساعات ولا شي حاجه راه خصها تغير ذاك الكمامه، ما يكونش عندك كمامه واحده. طبعا الحمد لله كاين ذاك الكمامه ديال الثوب اللي تي اقتصاديه يمكن لك تعاود تصلها واحد عدد المرات، وممكن نكون معايا جوج ولا ثلاثه الكمامات في النهار فاش نكون في شي مكان عمومي مع الناس نعملها، وفاش نكون بوحدي نبقى نتنفس عادي. هذا صحيح بان كاين الناس بزاف اللي تيتشكاو من داك حريق الراس وهذه، ولكن هو على حسب النوع ديال الكمامه والمده اللي تنستعملها، فهمتي؟ دونك انا اللي هو اساسي هو بانني ما خصنيش نكون جالس التباعد الاجتماعي، هو بانني ما خصنيش نكون واحد المده كبيره مع اشخاص واحد اخرين، يعني فاش غيكون عندي واحد حتى في الاداره راه كنت داك الزاج اللي تيفصل بين مثلا لي كليون ولا الناس المرتفقين اللي تيجيو، يعني هذيك فاش يكون داك الزاج راه هو حمايه، يمكن لي داك الساعات نكون ما عملتش الكمامه، ولكن خصني نحضر راسي من داك التبادل ديال الستيلو داك ديال الاوراق النقديه ديال الاوراق هذا كلشي، هادشي خصنا ناخذوا الاجراءات باش نحميو راسنا من انتقال هذا الفيروس. نعم دابت محمد، يعني كانت مجموعة من التدابير في تعاملنا مع كوفيد، كانت حملات توعوية اللي كانوا فيها السلطات المحلية، الأمن، بطبيعة الحال الجمعيات المجتمع المدني إلى غير ذلك، من أجل توعية الناس. واش اليوم في مدينة الدار البيضاء بعد ارتفاع الحالات بهذا الشكل المهول ظهرت استراتيجية معينة من أجل مرة أخرى السهر على توعية الناس، ولا بغينا نقولها بالدارجة شي طريقة باش غنفيقوا عباد الله حيت الناس ترخات ولا كيبان لها كل شيء عادي؟ بالفعل كما شرتي مع هذه الحالات اللي تزادوا في مدينة الدار البيضاء، لاحظتي مؤخرا الإنزال ولا عندنا إنزال أمني كبير بمدينة الدار البيضاء، شدات المراقبة عبر مجموعة ديال السدود الإدارية ولا القضائية من أجل ضبط هاد الاشخاص الراغبين في الولوج والتنقل بالمدينه لا بالليل ولا بالنهار من اجل الحد من هذا الفيروس هذا. مدينه قديمه ملا لاحظتي كان واحد الاغلاق واحد الاحكام على المدينه القديمه، مثلا درب غلاف كان الاحكام للمدينه على الحي، كاين السدود اللي تزادت وسط المدينه على غرار السدود اللي كاين في المداخل ديال المدينه، عندنا في المداخل ديال المدينه عندنا مجموعه ديال السدود من اجل ضبط التنقلات من والى المدينه الدار البيضاء، مثلا المنطقه ديال في منطقه انفار في المدينه في المعارف الزرقطوني في شارع الطريق الجديده الجيش الملكي، ضبط مجموعه ديال السدود باش نزيدوا نتحكموا ونزيدوا نضبطوا التنقلات ديال المواطنين، لان كما كتعرفي مدينه ديال الدار البيضاء راه مدينه كبيره وعندها مجموعه ديال المداخل ومجموعه ديال الازقه، ماشي بحال
كتلقى مدينة مثلا مدينة أخرى كتلقى عندها مدخل وتدخل من دخلها وحدة وتخرج من خرجها وحدة، سهلة باش تضبطها. أما المدينة ديال الدار البيضاء راه مجهودات كبيرة اللي كيقوموا بها الأمنيين من أجل الضبط ديال التحركات ديال المواطنين لا في المداخل المدينة بصفة عامة ولا وسط المدينة. ولكن كما شرت لك في باقي عندنا الإشكال، باقي عندنا الإشكال في التجمعات، التجمعات في النقاط اللي ما غنقولوش بعيدة علينا ولكن شوية كنلقاو صعوبة باش نوصلوا لها، بعض المقاهي، بعض المطاعم، بعض الأزقة، بعض الأسواق أسبوعية أو الأسواق النموذجية، هنا اللي باقي كيكون هذا الإشكال. هذا الإشكال مطروح في الاختلاط وعدم وضع الكمامات اللي راه كما شفتوا الإحصائيات اللي كانت مؤخرا بما يخص المطاعم وفي المقاهي اللي عندنا في وسط المدينه، راه تم ضبط مجموعه ديال الحالات اللي ما كاينش لا تباعد ولا وضع الكمامه، وتم استخلاص مبالغ ديال الغرامات. ودائما حنا غاديين في هذا الاتجاه هذا باش حتى نضبطوا الاولى، نرغموا المخالفين ديال القواعد ديال الحمايه باش يلتزموا معنا عن طريق غرامات او محاضر كتوجه للمحكمه عن طريق الشرطه القضائيه. جوابكم يعني ضابط محمد على الناس اللي كيقولوا بانه كاين نوع من التراخي ونوع من السماح بمجموعه من الامور، اش يمكن لك تجاوب؟ طبعا الحال انا الصوره وضحتها بشكل واضح لانه واحد المسؤوليه كبيره كيتحملها المواطن الى جانب مجهودات كثيره اللي كتقام، ولكن على هذا السؤال بالضبط نبغي انك تعطينا جواب وجيه للناس للاسف اللي كيلقاو شماعه كيعلقوا عليها هذه المصيبه اللي احنا فيها. انا غنرجع لك كما قلت لك الفرق، شنو هو الفرق فين بين ما بين من بدينا الحجر الصحي ودابا. كما قلت لك قبل من بدينا الحجر الصحي العدد ديال المركبات اللي كانت كتجول عدد قليل. إذا كنت كتخرج ما كنتش كتلقى الزحام عندنا في الرونبوانات وفي الشوارع، عدد قليل، يعني ما عندناش الشرطيين وسط المدارات اللي غادي يزيدوا الناس ويتحكموا وينظموا المرور، كلشي كان غير السدود عندنا في المدينه كلها غير سدود. اي مواطن خرج خصنا نعرفوا علاش خرج، خارج انت على رجليك او خارج بالدراجه او لا هوائيه ولا ناريه او لا بسياره او لا على مثل الحافله، كنوقفوا الحافله ونطلعوا علاش انت خارج، عطينا الرخصه خارج العمل او لا، يعني كان تنقل قليل ديال المواطنين. الان فهاد الشهور الاخرى من بعد ما تزول الحجر ترفع الحجر ولا التخفيف، هاد الظروف ديال التخفيف، الان بالنهار كلشي كيخرج، لا اللي خدام لا اللي ما خدامش. الا جينا نديروا نفس السياسه اللي درناها في المره الاولى كما قلت لك، الا كنت انت جاي من واحد الشارع راك ما غتوصل لمحل العمل ديالك حتى داخل مع 8 ما توصل لي حتى 12 ولا تقدر توصل لي كاع حتى 4 د العشيه. الا جينا غنوقف وانا عطيتك شارع الجيش الملكي، شارع الزرقطوني، الا درنا سد وغنراقبوا سياره بسياره فين غادي يوصل الزحام؟ غيوصل الزحام العين السبع. اذا هاد الناس تيقول لك اودي لا راه البوليس ترخى وماشي بحال في الاول، راه هذا هو الفرق. دابا الناس اللي هنا وسط المدينه لهذوك الناس، حنا دابا حنا كنحاولوا غير الناس المدينه ما يخرجوا، الناس المدينه اخرى والناس المدينه اخرى ما يدخلوش يتخلطوا معنا باش يعني المقصود هو انه حنا كنحاولوا نحصروا المدينه، ولكن الناس اللي في وسط المدينه خصهم يتحملوا مسؤوليه نفسهم. يعني ما بقاش نقولوا لا وهما رخا وكذا وانت انت قبل راسك تماما، لان دابا حنا كندبروا لهم امور السير والجوله في المدارات باش ما يتعطلوش وما يكونش اختناقات وفي الحوادث، وفي نفس الوقت دايرين سدود ديال المراقبه. وهذوك سدود المراقبه في وقت الدروه، شنو هي وقت الدروه؟ كتبدا من 7 ونص 8 للربع حتى 9، هذا وقت ديال الدروه اللي جيت تراقب سياره، اي سياره تمر تراقبها، فين غيوصل الصف ديال السيارات؟ فين غيولي الزحام؟ فين غيوصل هذا الزحام؟ ايوا شنو غنوليو حنا كامنيين؟ ولينا دايرين عرقله ولينا فوضى، ولا الامن ما مديروش باش يدير الفوضى، مديور باش يحارب الفوضى، باش ينظم المواطن، باش يساعد المواطن. حنا ما مديروش ضد المواطن، حنا مديورين في خدمه المواطن. هنا الناس بداو تيخلطوا، اودي في الاول قال كانوا كيراقبوك السياره داز، هذا الشيء علاش حيت كان حظ، كان الحجر كان ما حتى واحد ما يخرج الا اللي عنده رخصه، وكانوا كما قلتي مجموعه الشركات سادين، مجموعه ديال المؤسسات العموميه كانوا سادين ما خداميش، الناس ما كيخرجوش، كيخرجوا قليل اللي كيخرجوا، الناس اللي كيجيبوا السلعه والناس اللي ديال الاطباء، يعني المركبه اللي كتزول وسط المدينه عدد محدود، اي مركبه كتمر كنوقفوها ونتاكدوا على شوفين، اما الان الناس كلها كتخرج. هذا هو الفرق ما بين قبل وما بين الان.
علاش انا كنقول لك ناكد لك على اللي باللي راه اي مركبه كتحرك عندنا في وسط المدينه كتوقف، اي مركبه كتخرج بالليل كنوقفوها نشوفوا عنده ترخيص ديال التنقل الليلي. فهداك ما عندوش، عنده جوج الحالات، يؤدي غرامه ديال 300 درهم في حالات هذه غادي يمشي للدائره الامنيه من اجل تحرير المحضر ويؤدي المخالفه عن طريق النيابه العامه. نعم دكتور محي الدين، اكيد انه الارقام غدا وكترتفع. الملاحظ انه مدينه الدار البيضاء متصدره للاسف، باقي المناطق فعلا كاين نوع من نبغينا نقولوا من تسييج الحالات، ولكن كتبقى الارقام كتسجل، يعني الارقام مرتفعه وكتسجل. الطاقه الاستيعابيه ديال المغرب يعني الطبيه والتمريضيه والاستشفائيه والاستعجاليه ايضا نوعا ما يعني بدات كتبان بانه المسائل غادي تفوق القدره ديال 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 المغرب بصفه عامه. فشنو هي الرساله ديالكم في هذا الجانب هذا، خاصه وانه الى لاحظنا راه كاينه حالات لا يستهان بها اليوم كتعالج تحت التنفس الاصطناعي، وكاينه حالات اللي هي حرجه لا يستهان بها. خصنا نعرفوا بان كما كل شعار بان راه الامكانيات ديالنا الصحيه في المغرب راه ضعيفه مقارنه مع شنو خصو يكون ومقارنه مع الدول الاوروبيه، وراه كنا كلشي المغاربه عارفين بان راه الناس تعانيوا من غير الكوفيد قبل ما يكون هذا الكوفيد مع الولوج المستشفيات الولوج. ونتخيلوا دابا هاد المستشفيات اللي عمروا بالحاله ديال الكوفيد، هذوك الناس اللي كانوا تلقاو مشكل في الولوج دابا فينا هما مساكن. يعني دابا راه حنا تنعانيو حتى مع الناس اللي من غير الكوفيد، الامراض الناس اللي تيداو من امراض السرطان، امراض القلب، امراض الرئه، هادو الامراض المزمنه، الامراض التعفنيه العاديه، هادو كاملين هاد الناس دابا ما تلقاوش اسرى فين ينعسوا لانهم ملوئين بالمرضى ديال الكوفيد، وتا بزاف العمليات الجراحيه تاجلوا بسبب هاد الكوفيد. اوروبا بالامكانيات الضخمه ديالها، امريكا بالامكانيات الضخمه، وتعانيو حاليا من هذا الامتلاء ديال المستشفيات بان عدم وجود اسرى الانعاش، فما بالك بالحاله ديالنا هنا في المغرب. وهذا الشيء هو هذا الشيء علاش المغرب كنعرف النهار الاول بان راه لا قدر الله كان داك الشيء كانوا الارقام خياليه ما كناش غنقدروا نضبطوا الامور، ولكن الحمد لله داك الاجراءات اللي اتخذت في الاول تما داك تسطح داك المنحنى ديال الحالات وما كانش عندك واحد لو بيك، ما درناش واحد لو بيك كبير الحمد لله، وبقات الامور مستقره. الا مؤخرا راه شفنا الحالات خاصه في مدينه الدار البيضاء اللي تتعرف واحد اون اكسبلوزيون ديال لي شيفر، نطلبوا ولكن واخا هذاك مازال ما تحت السيطره، نطلبوا الله بان ما نفوتوش هاد الاعداد اللي كاينين حنايا فيها دابا وبان نقدروا نتحكموا فيها قريبا. وكما نقول لك بان هذا الشيء ما خصناش خصنا نحمي ما نوصلولوش، يعني الوقايه خص المواطن يساهم في هذا في الحد من هذه الحالات الصعيبه ومن هذه الحالات الحرجه اللي خص الانعاش وخص التنفس الاصطناعي. وما كاينش 1000 ميل سوليسيون، ما كاينش 1000 حل، كاين حل واحد هو الوقايه والاحترام التباعد الاجتماعي وحمل الكمامه، وبان الصبر نصبروا شويه باش نقدروا نحاولوا كما قال السيد الدرك بان نفكروا في الناس اللي دابا تعانيوا من الناحيه الاقتصاديه. يعني الا اضطرينا وصلنا لواحد الحاله راه غادي تقفل المغرب كامل، راه يتقفلوا هنا اللي غيضيع اكثر هما الناس اللي تعيشوا واحد الهشاشه لانه ما عمل يومي ما عندهمش واحد المدخول قار اللي يمكن لهم يقدروا يتحكموا فيه ويقدروا يوفروه ولا هذا، وما راه عندهم داك الشيء اللي تيصوروا في النهار راه تياكلوا في الليل، يعني ما عندوش مسكين. دونك الا تسدات المدينه ولا تسد المغرب كامل راه غادي. لهذا خصنا نفكروا بعضياتنا ويكون واحد التضامن كبير بيناتنا، ونفكروا من الناحيه الوقائيه نحاولوا على ما ان شاء الله يكون واحد اللقاح ونقدروا نسيطروا على هذا الفيروس في القريب العاجل ان شاء الله. اللهم امين. بصراحه الدردشه شيقه معكم ضيوفي الكرام، ولكن وقت البرنامج اشرف على النهايه ديالو. ختاما نبغيو نسمعوا منكم رساله مباشره للمواطنين. غادي نبدا بك دكتور محي الدين، رسالتك المباشره لعامه المواطنين اللي كيتابعونا من خلال هذا البرنامج. من خلال البرنامج المحترم تنتوجه لجميع المغاربه بانهم يحترموا الوسائل الوقائيه، يتابعوا الاجتماعي، تنأكد عليه التباعد الاجتماعي، راه خصنا نعرفوا بان ما خصناش نحاولوا ما نتخلطوش مع الناس في تجمعات كبيره،
فاش نكونوا للضروره الانتقال ديالنا يكون للضروره للمعيش اليومي، لان فاش يكون عندنا هذا الانتقال يعني نكونوا حاملين الكمامات، ما يكونش عندنا واحد الالتصاق بيناتنا كمواطنين، تفادي ذاك الاختلاط، ونحاولوا نزيدوا نوعيوا بعضياتنا. كلما تلاقيتي واحد ما حاملش الكمامه نصحو نقول له الله يخليك، هذا راه مصلحتكم مصلحتي، بان ذاك يعني كنا نلعبوا هذا الدور، ونحترموا السلطات الامنيه، نحترموا السلطات المحليه اللي تلعب واحد الدور كبير، نحاولوا نخفوا على الاطر الطبيه والاطر التمريضيه اللي تعانيوا من دابا هذه الشهور، وهما والناس اللي مرضوا منهم نفكروا فيهم حتى هما بانهم راه عانوا بشكل كبير، وبانهم راه عندهم عائلات اللي خصهم يرتاحوا معاهم يشوفوهم حتى هما. دونك نحاولوا نكون واحد التضامن بيناتنا كمواطنين، باش ان شاء الله في القريب العاجل نقدروا نسيطروا على هذا الوباء ان شاء الله، ونخرجوا من هذه المحنه ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله يا ربي. ضابط محمد، للاسف كاين واحد الفئه مضاده لنفسها، دائما تبحث عن الممنوع وبالنسبه له هو المرغوب، واحيانا كنصبحوا اعداء انفسنا. فرسالتك المباشره في ختام لقائنا اليوم. فعلا الاستاذه سكينه، وكما قال الدكتور، باش نوصلوا لهذه الحاله ونرجعوا لهيجوا الحاله الطبيعيه للمواطنين، راه صبروا، ولكن خصهم مازال يزيدوا صبروا. علاش؟ لان باش نرجعوا كما كنا خصنا مزيد من الجهد ومزيد من المثابره ومزيد من الصبر. الصبر اللي ما عنده ما يخرج يدير، لا داعي باش يخرج، يبقى جالس في داره. اللي ما عنده يحمي غير راسه، غير يتعدى هو، حيت تعدى هو ودخل داره عاد لنا مجموعه ديال الناس. وحتى انت يعني سمحتي لي سيدي محمد اللي شرتي له مهمه، انت خارج تقضي غرضك، علاش مخرج معك الدراري الصغار؟ اش بغا يخرجوا يديروا الدراري الصغار في بلاصه اللي مزدحم وبلاصه اللي عامره وبلاصه اللي فيها الناس؟ فعلا حنا علاش قلت لك حنا بغينا نوصلوا كما كنا. اذا صبرنا وزيرنا راه دغيا غادي تفك عنا هذا الوباء هذا باذن الله، ودغيا تحيد لنا هذا الوباء ونرجعوا نعيشوا حياتنا. وخرج كما بغيتي، ما كاينش اللي غيقول لك ما تدخلش الشقع، ما كاينش غيقول فين غادي ولا فين جاي. ولكن اذا بقينا البعض كما قلت هاد اعداء ديال انفسهم وتخلطوا لينا، راه هذا هو الاشكال. دائما غيبقى عندنا الارقام مرتفعين، ودائما غادي نبقاو كنعيشوا هذا الجانب الاقتصادي، راه كلا عندنا العصا بهذه اللغه، هذه كلا عندنا العصا، الناس كلاو العصا بزاف. وتا حنا اللي موظفين راهو شي حوايج كنشريوها بثمن زايد. علاش؟ لان مابقاش كتدخل لينا، بلا ما ندخل انا الفلسفه ديال الاقتصاد، ولكن هذوك الناس خصهم يفهموا راهما كيضروا رؤوسهم. راه مادام كيخرجوا كيتعادى وكيعاد واحد اخر، راه كيزيد يضرب لنا الاقتصاد وكيزيد كيغلي على راسه. وواحد الوقيته غتزيد تغلى وتغلى. وحنا باش نرجعوا للحاله الطبيعيه ونعيشوا في هناء ونعيشوا بخير وعلى خير، اللي ما عنده ما يخرج يدير، ما كاين لاش يخرج. راه ماشي وقت المساري هذا، واش 2000 كتعادى في النهار ولينا كنوصل 70 وشحال ديال الوفاه، وغنخرج وقت المساري هذه؟ هذا راه ماشي وقت المساري، هذا وقت ندخلوا لديورنا ونسدوا علينا ونخافوا على رؤوسنا ونخافوا على اولادنا. حتى لا ما يخافش على راسه، يخاف على المحيط، الناس اللي محيطين به، اللي ما عندوش مو عنده با، واللي ما عندوش والديه بجوج، راه عنده خوتو، عنده صحابو، عنده عائلته، راه لا تعادى واحد، راه المشكل كيزيد يتطور. حنا راه دائما كنتصداو لهذه الحالات هذه، ولكن الا ما كانش التعاون كما قلت لك من جانب المواطنين مع المؤسسه الامنيه، راه غنبقاو في واحد النقطه اللي حنا فيها الان، وما راك كلنا ما راضيينش عليها. هذه النقطه اللي حنا فيها الان كنا ما راضيينش عليها. اذا راه ما كانش التعاون، نتعاونوا كلنا، حنا راه كنديروا الواجب ديالنا وكنسهروا وكنخدموا الساعات طوال اكثر من قبل ملي كان هذا الكوفيد هذا اللي ولينا كنخدموا، وتصابوا منا الناس، وهذا هو الواجب ديالنا حنا دائما غنبقاو نقوموا به. غير هو الا ما كانش التعاون بين المواطن وبين حنايا المؤسسه الامنيه، راه دائما غادي يبقى عندنا هذا الارتفاع هذا. لان من هذا المنبر انا كنطلب من الجميع يلتزم والكل يتعاون ويزيدوا يصبروا. الناس راه صابره، ماشي الناس صبرات، ولكن نزيدوا نصبروا اكثر واكثر. راه الحمد لله راه ما بقى قد ما فات، وان شاء الله نقضيو على هاد الوباء. وشكرا. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لكم. كنبغي نشكر بطبيعه الحال الدكتور زاروف محي الدين، منسق خليه كوفيد بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، على المشاركه الطيبه. شكرا جزيلا لك، شرفتينا ونورتينا، وشكرا لك على المشاركه الطيبه. كنبغي نشكر ايضا الضابط برادي محمد، هو ضابط امن ممتاز قائد فرق المرور بالدار البيضاء انفا، شكرا جزيلا لك على المشاركه الطيبه وعلى الرسائل المباشره، مشكور جزيل الشكر. ختاما أوفي أن الكرام، الواقع هو هذا، ما كاين ما يتخبى. إحنا فعلا في مواجهة مأساة إنسانية لانخراط في الجانب الاقتصادي والجانب الصحي والجانب النفسي ديال المغاربة وديال العالم كامل. إحنا اليوم
امام جائحه اللي ما عارفينش كيفاش غادي تطور وما عارفينش النتيجه فين ممكن توصلنا. كاين امل في انه يتلقى اللقاح في القريب العاجل، ولكن كيبقى الامل بين ممكن يكون وممكن ما يكونش. اذا باقي عندنا احتماليه ديال الشك، وبالتالي احنا لاحظنا تطور الفيروس في العالم كيفاش كان. للاسف كان بودنا نبقاو في الصوره باش بدينا احتفل بينا العالم وافتخر بينا العالم بصوره زوينه، تعيشنا مع الفيروس وتعاملنا مع الفيروس بواحد يعني بواحد الصرامه كبيره من المواطن قبل من الجهات المسؤوله والمختصه. كنا صارمين في حق نفوسنا وكنا متاخدين التدابير على قدم وساق. للاسف هاد التراخي اللي عرفناه مؤخرا ما بقاش مسموح به بتاتا. اليوم انت هو البوليسي ديال راسك، انت هو الطبيب ديال راسك، انت هو الوصي على راسك، انت هو المسؤول على راسك وعلى اللي دايرين بك. نحمي راسي غنحمي والدي وولادي وعائلتي واللي قرب مني واللي تنبغي. كنظن بانه كلنا ممكن اليوم نتصابوا، ولكن مأساتنا هي ملي نشوفوا والدينا كيتعذبوا قدامنا وولادنا كيتعذبوا قدامنا وما قادرين نديروا لهم حتى شي حاجه. الناس اللي كتسبسط مرض كوفيد يمكن انه يجيك انت وما يدير لك والو، مناعتك قويه غادي تستمر 14 يوم 7 ايام ديال الدو 7 ايام ديال الكونفينمون وغادي توقف على رجليك وما كاينش مشكل. ولكن وانت كتعادي اللي قراب ليك يمكن تدفن شي حد من عائلتك بسبب هذا الفيروس حيت ما غيقدرش يتحمل، ويمكن شخص اخر اضطر انك تصيفطو للمستشفى وما تقدرش تكون معاه، يمكن ولدك، يمكن الزوج ديالك، يمكن الزوجه ديالك. وكنظن بانه جميع الاباء والامهات ما يقدروش يتصوروا وليداتهم في السبيطار وما قادرينش يكونوا معاهم، او زوج وزوجه يصورون نفوسهم بعد على بعضياتهم وليداتهم مشردين ما بيناتهم وما قادرينش يتواصلوا مع بعضياتهم. والأسوأ من هذا الشيء ما كنظنش بانه يمكن لنا نعيشوا بتأنيب الضمير بل نكونوا سبب في اذى الاب او الام ديالنا وندفنوه بيدينا لاننا حنا ما درناش الاحترازات ديالنا. كيظهر لي بالري رساله واضحه، واللي مطلوب منا اليوم بسيط ماشي شي حاجه كثيره، نغسلوا يدينا كل 30 دقيقه، نديروا الكمامه ديالنا ونحافظوا على التباعد الاجتماعي. اليوم ما كنقولوش الناس جلسوا في ديوركم، وكيظهر لي بان الضيوف ديالي وضحوا هذه المساله بشكل كبير. حنا ما تنقولوش خاصنا نجلسوا في الديور، نخرجوا لضرورتنا القصوى، غنخدموا، عندنا ضروره معينه، عندنا مقضيه معينه، غنديروا شي حاجه اللي هي اساسيه، خرج ما حبسك حتى شي حد. ولكن اللي مطلوب منك ترد البال لراسك وترد البال للناس اللي قراب منك. الا تبنينا هذا المبدا كل واحد فينا بوحده اكيد انه غادي نحميو بعضياتنا والارقام غتبدا تتراجع حتى نوصلوا ان شاء الله باذن الله لصفر حاله في المغرب ان شاء الله، ولهذا املنا في القريب العاجل. كنشكر كريم نايت سي رافقنا اليوم في الاشراف التقني والاخراج، شكرا لكم اوفياء الكرام، نعود ونلتقي الاسبوع المقبل، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.